بس مباشر تدون افكارك ازاي، ازاي تحاول تتغلب على تدون افكارك وافكارك الجميلة تقدر تدونها على طول باستمرار بنجاح ومهارة وفهم وعلم، تكون مبسوط جدا ان انت بتدون افكار. الافكار كل ما تدون افكارك كل ما هتلاقي عندك افكار جديدة بتلهمك اكتر وبتجيلك الهامات كتيرة جدا في الافكار بتاعتك دي. الافكار لما تتدون هتلاقي نفسك ان انت بتحققها يوم ورا يوم، سنة ورا سنة، ساعة ورا ساعة، تلاقي نفسك في حاجات كتيرة قوي بتجيلك وانت بتدونها. اسمع بعد ما استريحنا، لما تدون افكارك هتلاقي احلام كتيرة تجيلك ونجاحات كتيرة تجيلك، وهتلاقي نفسك مبسوط اكتر انك انت افكارك بتتدون معاك اول بقى. شايفيني كده ولا اعمل كده؟ الافكار اللي انت هتدونها اول باول هتلاقي نفسك فرحان جدا ومبسوط ان انت بتدون افكارك. عارف عامله زي ايه؟ البراد لما بيكون بيغلي على النار، البراد وهو بيغلي على النار بتسيبه شويه بيقعد، بيكون ميه هاديه، يبتدي الميه سخنه تخلي الميه تغلي اكتر وتخلي الميه تغلي اكتر وهكذا. فلما الميه تغلي هتلاقي الميه السخنيه تشتد على البراد، هتلاقي البراد يزيد سخنيه اكتر، فالميه تبتدي تغلي اكتر. فالميه اللي بتبتدي تغلي اكتر هتلاقي البراد مش قادر يتنفس والغطا عمال يدلدق منه الميه. طب لو هويت الغطا هيبتدي البخار يتبخر والميه تهدى شويه والغليان بتاعها يهدى شويه وتبقى الدنيا مظبوطه، تمام؟ فانت لو انت بتدون افكارك اول باول بتبقى الفكره عندك سخنه وملتهبه كده ونفسك تحققها ونفسك تعملها اول باول. وانت بتدون الافكار حاول تحافظ على هدوءك وانت بتكتب. اكتب كل اللي نفسك فيه واللي انت عايزه واللي انت نفسك محتاج تعمله. فلما هتكتب افكارك هتلاقي نفسك استريحت نفسيا وهتلاقي نفسك مبسوط. وده بيجي كمان مع حاجتين، ممكن تدون افكارك، ممكن تدون ملاحظاتك، ممكن تدون احزانك، ممكن تدون مواقف حب، مواقف جميله، ممكن تكتب مقالات حلوه عن التدوين. قريت مقاله جميله قوي الكاتب جميل جدا بيتكلم عن الكتابه، بيقول لك لو انت من الهواة اللي بيحبوا الكتابه اكتب، اكتب ومتتوقفش عن الكلام، ولا تصحح لنفسك اخطائك ولا تصحح لنفسك انت غلطت في الهمزه ولا في الالف ولا غلطت في خط ولا في رقعه ولا في، لا اقعد اكتب 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 لحد لما تلاقي نفسك خلاص كل الفكره اللي في دماغك خلصتها وكل الفكره اللي في دماغك كتبتها وما فيش حاجه باقيه في عندك. سواء ان انت بتكتب بقى شعر، سواء ان بتكتب قصه، بتالف قصه، بتكتب قصيده، بتعمل حاجه، ما تتوقفش. فاهم يعني ايه ما تتوقفش؟ يعني ما تتوقفش خالص طول ما انت اثناء الكتابه. فطول ما انت بتكتب، اتمنى يكون الصوت مظبوط، طول ما انت بتكتب الكتابه دي هتخليك مبسوط جدا 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 اثناء الكتابه. وبعد بقى ما تخلص كتابه وتخلص كتابها والكلام خلص خلاص مش لاقي حاجه تقولها، ابتدي اقرا اللي انت كتبته قبل كده. انا هحط المايك ثواني عشان يبقى الصوت جميل مع الصوره الجميله. بسم الله. فانت وانت بتكتب تلاقي الكتابه دي انت اخطات في حاجات، فابتدي صحح لنفسك اللي انت عايز تصححه، عشان انت لما صححت لنفسك هتلاقي نفسك في حاجات كتير قوي انت غلطت فيها فصححها ولا يهمك. وانت بتصحح اخطائك هتلاقي في افكار تاني تجيلك ما بين السطور، هتلاقي افكار تاني تجيلك ما بين الفقرات اللي انت كتبتها، هتلاقي افكار تاني وكلمات تاني جديدة هتجيلك وانت بتصحح لنفسك اخطأ. فلا تتوقف عن الكتابة ابدا مهما كان. لو انت من الناس العشاق المفكرات الورقية اكتب في المفكرة الورقية، وحاول ان انت تكون كتابتك دايما سريعة وان انت بتكتب افكارك بتلهمك. صدقوني صدقوني بعد فترة ووقت من الزمن هتلاقي نفسكم انك انت جت لك افكار جميلة وحاجات جميلة تبتدي تنفذها على الواقع. تنفذها على الايه؟ على الواقع. فالفكرة الجميلة اللي انت هتنفذها على الواقع هتلاقي نفسك سنة ورا سنة اتميزت في حاجة معينة انت بتحبها، اتميزت في حاجة معينة انت بتعشقها عشان تنفذها على الواقع بتاعك.
سواء بقى بتكتب شعر، سواء عندك أهداف مستقبلية، سواء أنت إنسان متميز وعندك شركات وعندك حياة. كل الناس المتميزين من المهندسين والدكاترة دايما عندهم نوت محطوطة دايما جنبهم على المكتب، بيدونوا فيها كل الأفكار والمواعيد والحاجات اللي هي بيحبوا يظبطوها. طب انتوا عارفين بحب السما، بص السما جميلة ازاي، الله صافية صافية جدا، في حتة بس بسيطة هي اللي فيها ايه السحابة البيضاء دي، شايفين السحابة البيضاء؟ مش عارفة بيكبر ولا لأ، الله بيكبر اهو، شايفين همشيك السحابة، شايفين السحابة جميلة ازاي. المهم نرجع لموضوعنا، فطول ما انت بتدون هتلاقي نفسك في حاجات كتيرة منك بتقع منك، فابتدي ايه سجلها سجلها سجلها، بعد زمن من الزمن عشان تكونوا عارفين كلمة جميلة قوي قوي قالها الدكتور ابراهيم الفقي، كل ما هو مكتوب على الورق مسجل في الدماغ ومسجل في عقل الواقع بتاعك، وعشان يتسجل في عقل الواقع بتاعك حاول ان هو انت دايما تقرأ افكارك، حاول دايما تقرأ انت نفسك في ايه او عايز ايه او بتحب ايه. عارفين برضو كان في حد تاني برضو كنت سمعت له زمان بيقول انا عندي على السرير بتاعي بدورين، فكاتب كل اهدافي وكل امنياتي اللي انا بنفسي احققها ولازقها على السرير من فوق، وكل قبل ما انام بقراها، بقرا افكاري دي. فالافكار جميله جدا، مهمه جدا ان كل واحد يكتب الفكره بتاعته ويكتب هو نفسه في ايه او عايز ايه بعد 5 سنين بعد 10 سنين بعد 20 سنه، يكتب افكار. ولو انت شاطر فعلا وبتعرف تكتب حلو، حاول تدور على ناس ياخدوا المقالات بتاعتك دي وتتنشر او اكتب انت على الفيس، واكتب على الفيس صحابك يقراوها، اكتبها على اليوتيوب على المنتدى بتاعك اكتبه، انا برضو كاتبه حاجات على المنتدى بتاعتي يا ريت تبقى تقراوها، اكتب على المنتدى بتاعك كلم الناس ده يعني حاكي الناس انت نفسك في ايه او بتحب ايه او ايه اللي انت عايزه. فلما انت تكتب كل اللي نفسك فيه هتلاقي تجيلك افكار رائعه رائعه، وصدقني ان شاء الله بعد زمن وقت من الزمن هتلاقي نفسك مبسوط جدا ان انت بتجيلك افكار جميله وافكار حلوه، وتقدر تقرا الفكره بتاعتك دي ان انت بتدونها اول باول. فلما تدون اول باول هتجيلك افكار ورا افكار ونجاحات، واكتب بقى انت نجحت في ايه وفشلت في ايه وايه اللي وقعت فيه وايه اللي ما وقعتش فيه وايه اللي نفسك فيه تحققه. فلو انت من الناس الناجحين المتميزين في على السوشيال ميديا او في وسط المجتمع بتاعك او في وسط اصدقائك، هتلاقي نفسك ان شاء الله تعالى متفوق ومتميز في حاجات كتيرة قوي انت بتعملها. اسلع لنفسك نجاح هتنجح، اسلع لنفسك هدف هتتفوق وهدفك هيكون رائع ومتميز ان شاء الله تعالى. كل ما تلاقي الهدف بتاعك ده جميل كل ما هتلاقي نفسك بتسعى اليه. احكي لكم عني انا كنت زمان بقعد كل قبل رمضان بكتب اهدافي ونفسي تتحقق لي ايه هي امنياتي اللي انا نفسي احققها واكتبها. فيعدي عليا رمضان واجي ما بفتحش الاجنده دي خالص الا ما يبدا رمضان الجديد، او تبدا مثلا في شهر ايه شوال مثلا رجب شعبان، في شهر شعبان بمسك الاجنده واقرا كل اللي انا كنت كاتباه السنه اللي فاتت عن نفسي وامنياتي وايه اللي انا حققته وايه نفسي محققه وايه نفسي اعمله. فسبحان الله العظيم، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. في بعض امنيات بلاقيها ربنا كرمني بسعى اليها وبمشي وراها وبحققها، ربنا بيكرمني فيها وبلاقيها اتحققت بفضل الله تعالى، بلاقي الهدف بتاعي اللي انا كان نفسي فيه ربنا كرمني فيه واتحقق. وفي بعض امنيات لسه ما اتحققتش بسجلها للسنه الجايه ان شاء الله، واسيبها مكتوبه في الاجنده بتاعتي ان ربنا يوفقني ليها وان ربنا يوفقني ان انا احقق الهدف بتاعي ده، وان الهدف بتاعي ده يكون موجود عندي في الفعل، موجود عندي فين؟ في الفعل، ومكتوب عندي في دماغي ومكتوب عندي في اجندتي ان انا احققه. كل ما تدون كل ما هتلاقي عندك افكار جميله بتجيلك، كل ما تلاقي تدون عندك هتلاقي عندك الضغط الشديد اللي كان على البراد والغطا مقفول دوت، هتلاقي افكارك دي كبتها على الورقه كتبتها، تلاقي نفسك هديت وصفيت وبقيت مستريح، سواء بقى ضغوطات حب، ضغوطات عمل، ضغوطات مشاكل، ضغوطات مع اي حد. لو انت من عشاق الكتابه والهوايه ان انت تهوى ان انت تكتب،
اكتبوا لي في اهدافكم انتوا كمان، كلكم نفسكم في ايه، ربنا يحقق لكم اهدافكم، ربنا يوفقنا ويوفقكم لكل خير. واتمنى يكون الموضوع عجبكم، بسيط وسهل وسريع، وانتوا استفدتوا منه كتير. كنت معاكم اختكم في الله بعلام، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. ايه رايك بكم في الجنينه الحلوه دي وانا ماشي رايحه الدرس؟ اللهم تقبل عملي، خلص انا وجه الله الكريم، قلت اصور لكم شويه وانا ماشيه. فالجو ابتدى صيف والناس ابتدت تصيف، الجو ابتدى يبقى جميل قوي ما شاء الله تبارك الله. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.